بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. معانا الماجستير المهني المستوى الثاني، المحاسبة الضريبية، المحاضرة الأولى السبت 21/3/2020. الحقيقة احنا كنا كوننا جروب خاص بينا على أساس ان العدد بتاعنا صغير، وحددنا الموضوعات اللي احنا هنشتغلها. والحقيقة الموضوعات دي كانت ممكن نقسمها لحاجتين رئيسيتين: بعض معايير المحاسبة المصرية ومدى انعكاسها على أداء الفاحص الضريبي. والحقيقة احنا عندنا مجموعة من المعايير. احنا خدنا المعيار 7 اللي هو بيكلمنا عن الأحداث التالية لتاريخ الميزانية. المعيار 10 وهو أكبرهم بيكلمنا عن الأصول الثابتة وإهلاكاتها. ثم عندنا المعيار 11 بيكلمنا عن الإيراد من ناحية المحاسبية والضريبية. وأخيرا المعيار 13 اللي هو التغيرات في أسعار صرف العملات. الأربع معايير دول بيمثلوا لي معايير محاسبة مصرية ومدى انعكاسها أو اختلاف المعالجة المحاسبية عن المعالجة الضريبية. الجزء الثاني كان القانون رقم 91 لسنة 2005. بعد ما شفنا المعايير، يا ترى ايه هي اهم ملامح القانون ده؟ ايه الجديد اللي ظهر في القانون ده؟ ايه المزايا والعيوب؟ بعد ما عملنا جروب الواتس، الحقيقة احنا قسمنا المعايير والاجزاء اللي موجودة عندنا على عدد الزملاء الموجودين في المستوى الثاني. الحقيقة هم 13. تم التقسيم بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده. احنا عندنا الأستاذة مروة المعيار الأحداث كان صغير، واحنا اشتغلناه قبل ما نبدأ الوقف، فترة احنا وقفنا فيها وبدأنا نشتغل عن طريق الجروب. كان عندنا المعيار رقم 10 وهو أكبرهم، اتقسم على 3: أستاذة وفاء، أستاذ عبدالله، أستاذ هاني. الحقيقة الأستاذ هاني هو خد الجزء الأكبر من المعيار. مش بس كده، هو حاول يساعد الزملاء في عرض الباوربوينت، وهو اضاف صوت. الحقيقه الاستاذ وفاء والاستاذ عبد الله، يعني احنا طلبنا منهم انه بعد عرض الباوربوينت ان هم يضيفوا لنا الصوت مره تانية ونعيد تنزيله عشان الزملاء يستفيدوا منه. المعيار 11 اعتقد في سبيل ان هو ينتهي. لسنا المعيارين 13 واهم ملامح القانون، ودول ان احنا المفروض ننتهي فيهم بحد اقصى 30/4. طيب انا يهمني ان انا قبل ما اعرض الجزء الخاص بالزملاء، وده هيكمل المحاضرة الاولانية والتانية والتالتة، وانا في الاخر في الرابعة هعقب على المعيار ايه الحاجات اللي ناقصة فيه، وهنبدأ نتناولها مع بعض. انا يهمني قبل ما نبدأ ان احنا نعرض الزملاء، في بعض الحاجات هم قالوها بصورة سريعة ما تمش عرضها بصورة شرح، وبالتالي مرت كده مع الأحداث ان احنا قرينا تقريبا فالأمور مش واضحة. هيا المرة دي انا هعرض جزء صغير قوي، والمحاضرة الأخرانية عند حضرتك 3 أمثلة حاول حلهم، هنشتغل منهم 2 بيوضحوا لنا الفكرة ما بين الإهلاكات من ناحية المحاسبية والإهلاكات من الناحية الضريبية. انا هستعرض جزء صغير خالص كده، هو في مجموعة من او المعالجة الضريبية بالنسبة للإهلاكات، فكرة عامة عنها لغاية ما نبدأ ناخد في المحاضرة الأخرانية اللي هي التعليق على المعيار ده. هناخد أمثلة بالإضافة لانعكاس المعيار على الفحص الضريبي، والحقيقة ده برضو لم يتم تقريبا التعرض ليه، بالرغم ان احنا الهدف الأساسي في المادة دي ان احنا بنشوف الاختلافات ما بين الناحية المحاسبية والناحية الضريبية، فأرجو أن الكل يديله مزيد من الاهتمام. حقيقة الجزء الصغير اللي أنا بس عايزة أعرضه مع حضراتكم عشان تبدأوا تقروه مرة تانية وتعيدوا قراية الفصل في ضوءه لغاية ما نتقابل في المحاضرة الرابعة. أنا عندي الأصول الحقيقة من ناحية الضريبية أو قانون الضرائب قسمها لأربع مجموعات. المجموعة الأولانية وقال أنا بحسب إهلاك بنسبة 5% من تكلفة الشراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء. يعني أنا بخصم 50% سواء أنا كنت بشتري أو أنا اللي بصنع أو بطور أو بجدد أو بعيد البناء، لمجموعة من العناصر على سبيل الحصر وليس المثال: مباني، منشآت، ودول أشهر حاجة جوه المجموعة،
تجهيزات وسفن وطيارات. تاني، أنا عندي أول مجموعة هي عبارة عن مجموعة بتضم مجموعة من الأصول على سبيل الحصر وليس المثال: مباني، منشآت، تجهيزات، سفن وطيارات، وبحسب لهم نسبة 5%. طيب، أنا عندي في مجموعة تانية هي مجموعة الأصول المعنوية، وزي ما حضرتك عارف أن الأصول المعنوية هي الأصول اللي ملهاش وجود مادي ولكنها ذات قيمة بالنسبة للمنشأة زي الشهرة أو العلامة التجارية، وقال أنا هستخدم الإهلاك بمعدل 10% بنفس الطريقة من تكلفة الشراء أو التطوير أو التحسين أو التجديد. طيب، جينا في المجموعة الثالثة، والحقيقة في المجموعة الثالثة هو قال أو بدأ طريقة إحنا لم نعتادها كمحاسبين، وهي ما نسميها طريقة أساس الإهلاك، وحط نسبة قدام كل مجموعة مفروض إن أنا أطبقها. المجموعة 3 ألف، وهي تضم حاسبات آلية، نظم معلومات، برامج، أجهزة تخزين بيانات. وقال إن أنا هخصم نسبة 50% من أساس الإهلاك. هل المجموعة دي على سبيل المثال ولا الحصر؟ برضو على سبيل الحصر. ليه؟ لأنه ما يجي يشتغل معايا المجموعة الرابعة هيقول لي جميع الأصول الأخرى. يعني إيه جميع الأصول الأخرى؟ يعني الأصول اللي أنا ما اشتغلتهاش لا في المجموعة الأولى ولا في التانية ولا في التالتة ألف، ودي هستخدم لها نسبة الإهلاك، هيكون نسبة 25% من أساس الإهلاك. تاني، أنا عندي 4 مجموعات للأصول. أول 3 مجموعات دي المجموعات اللي أنا بحسب عليها الإهلاك. المجموعة الأولانية بحسب إهلاك بنسبة 5%: مباني، منشآت، تجهيزات، سفن وطيارات. 10% ده للأصول المعنوية، مرة تانية هي الأصول اللي ملهاش وجود مالي ولا مادي ولكن لها قيمة بالنسبة للمنشأة. المجموعة الثالثة هنقسمها الألف وب، هستخدم معاها طريقة جديدة اسمها أساس الإهلاك. المجموعة دي حاسبات آلية، نظم معلومات، برامج، أجهزة تخزين البيانات. نسبة الإهلاك 50% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية. كل الأصول اللي هتيجي لا في الأولى ولا في الثانية ولا في الثالثة ألف هدخلها ضمن المجموعة الثالثة ب، ودي بحسب لها إهلاك بيعادل 25% من أساس الإهلاك. طيب، لو جيت بعد كده المجموعة الرابعة، هي مجموعة أنا ما بحسب لهاش إهلاك، أشهرها واللي احنا عارفينه هي الأراضي، ثم كل الحاجات اللي قيمتها بتزيد مش بتقل مع الوقت: أعمال فنية وأثرية، مجوهرات، أصول أخرى خاصة بالمنشأة وغير قابلة بطبيعتها للاستهلاك. مرة تانية، الـ4 مجموعات أول 3 مجموعات بيتم إهلاكها، المجموعة الرابعة أنا ما بحسب لهاش إهلاك لأن الحقيقة قيمتها بتزيد مش بتقل مع الوقت. لو حضرتك لاحظت كده إن هو ما سابليش النسبة مرنة تقدر الشركة أنها تحددها، ولكن هو حسب لي نسب إهلاك ثابتة مش هقدر أغيرها. أنا ممكن أستهلك العمر الإنتاجي للأصل بناء على نسب ومعدلات الإهلاك. طيب، يا ترى لما جاي يستخدم هو ساب للشركة من حقها أنها تستخدم طريقة الإهلاك ولا حدد طريقة معينة؟ الحقيقة لو حضرتك بصيت كده هتلاقي أن الإهلاك في المجموعتين الأولى والتانية هو استخدم طريقة القسط الثابت دون غيرها. يعني لازم في الأولى والتانية أنا هستخدم طريقة القسط الثابت. مش بس هستخدم طريقة القسط الثابت، أنا هستخدمها بنسب محددة، هي نسبة 5% للمجموعة الأولى و10% للمجموعة التانية. هراعي مدة الاستخدام، لكن كمان هختلف مع المعالجة المحاسبية إن أنا مش هخصم قيمة الخردة لما أجي أحسب المبلغ القابل للإهلاك. طيب، بالنسبة للمجموعة التالتة، سواء كانت المجموعة التالتة ألف أو ب، وهفكر حضرتك بيهم تاني
اللي هم عبارة عن، هم عبارة عن ايه؟ المجموعة الثالثة ألف حاسبات آلية نظم معلومات برامج أجهزة تخزين. المجموعة الثالثة ب هي عبارة عن كل أصول المنشأة الأخرى اللي موجودة عندي اللي هي ما اتذكرتش قبل كده. طيب لما اجي اقول ان انا عندي بالنسبة للمجموعة الثالثة هتحاسب معاها ازاي، لو حضرتك هنبص لطريقة القسط المتناقص، هي بتعتبر بستخدم القسط ولكن بطريقة مختلفة عما اعتدناه، فهنشوف مع بعض. طالما ان هو قال لي الطريقة دي اسمها اساس الاهلاك، يبقى لازم يحدد لي في القانون ازاي انا بحسب اساس الاهلاك. بالنسبة زي ما اتفقنا كده ان اساس الاهلاك ده انا هستخدمه بالنسبة للمجموعة التالتة الف وب. طيب اللي احنا بنكتبه ده ازاي انا اوصل لاساس الاهلاك او القيمة القابلة للاهلاك؟ الحقيقة انا عندي اربع عناصر بحاول ادور عليهم: رصيد اساس الاهلاك في اول الفترة، حاجة تانية بضيف عليه اجمالي قيمة المشتريات اللي بتتم خلال الفترة، بطرح منه اجمالي قيمة التصرف سواء انا بعت اصل او خدت تعويض محصل نتيجة فقدان الاصل او هلاكه، ثم بخصم منه كمان قيمة الاهلاك الاضافي. والحقيقة الاهلاك الاضافي ده لا يتم الا بالنسبة للالات والمعدات فقط، وبتكون نسبته 30% من تكلفة الشراء. تاني، انا عندي الرقم اللي بناء عليه هيظهر اساس الاهلاك، هو عبارة عن رصيد اساس الاهلاك في اول الفترة، لما اضيف عليه اجمالي المشتريات اطرح منه اجمالي قيمة التصرف في الاصول اللي موجودة عندي او قيمة المبيعات او التعويض اللي انا هاخده نتيجة هلاك الاصل او فقده، وهطرح منه كمان اهلاك اضافي معجل، الاهلاك الاضافي او المعجل ده بالنسبة للالات والمعدات فقط بنسبة 30%. الكلام ده يعني بالنسبة لي لو انا كنت في المجموعة التالتة الف او التالتة به فيما عدا الالات والمعدات، فانا محتاجة تلات حاجات بس، اللي هو رصيدي في اول المدة زائد قيمة المشتريات ناقص قيمة المبيعات. طب لو انا كنت في المجموعة الرابعة ومش اي عنصر في الالات والمعدات، انا الحقيقة بدور على اربع حاجات بزود لهم حاجة جديدة اسمها الاهلاك الاضافي، ده بالنسبة لبند الالات والمعدات فقط، تشجيعا للشركات الصناعية انها تتوسع في العمل بتاعها عن طريق انها تشتري الات ومعدات. طب لو انا بقى جبت رصيد اساس الاهلاك زودت عليه المشتريات وطرحت منه قيمة المبيعات والاهلاك المعجل، هيديني حاجة هسميها اساس الاهلاك او القيمة القابلة للاهلاك. حقيقة اساس الاهلاك او القيمة القابلة للاهلاك دي، الرقم اللي طالع ده هيكون عندي احتمال من ثلاثة: اما ان هو يكون اساس الاهلاك ده رقم موجب واكتر من 10,000 جنيه، وده له طريقة هنشوف ازاي بنحسب قسط الاهلاك، واما ان يكون اساس الاهلاك ده رقم موجب ولكن هو اقل من او يساوي 10,000 جنيه، واما ان يكون اساس الاهلاك رقم سالب. وفي كل مرة انا عندي بحسب قسط الاهلاك بطريقة معينة. طيب خليك معايا بقى لو الرقم موجب واكتر من 10,000 جنيه. الحقيقة لو موجب واكتر من 10,000 جنيه، انا بطبق النسب اللي موجودة في قانون الضرائب، اللي هي كانت بتقولي لو انت في المجموعة الف انت بتطبق نسبة 50% من اساس الاهلاك، ولو انا في المجموعة ب فانا هطبق نسبة 25% من اساس الاهلاك. طب لو كان الرقم اللي عندي موجب ولكن اقل من او يساوي 10,000 جنيه، الحقيقة انا باخد المبلغ بالكامل وبعتبر ان ده قسط الاهلاك. طب لو طلع الرقم بالسالب، الحقيقة لو طلع الرقم بالسالب فانا ما عنديش قسط اهلاك، ولكن الحقيقة انا عندي المرة دي ربح رأس مالي ناتج من المجموعة الثالثة. تاني، انا عندي بعد ما حسبت اساس الاهلاك او القيمة القابلة للاهلاك، انا قدام واحد من ثلاث احتمالات: اما ان يكون الرقم موجب، ولو كان الرقم موجب واكبر من او بيساوي واكبر من 10,000 جنيه، فقسط الاهلاك هيكون حاجة من اتنين: لو انا كنت في المجموعة التالتة الف فانا بطبق نسبة 50%
لو أنا في المجموعة تلتة ب فأنا بطبق نسبة 25%. إذا كان الرقم موجب وأقل من أو يساوي 10,000 جنيه فالحقيقة أنا عندي قسط الإهلاك هو عبارة عن الرقم بالكامل. يعني أنا عندي مثلا 9,500 طلع الرقم ده أساس الإهلاك، يبقى الرقم ده كله هو عبارة عن قسط الإهلاك. طيب إذا كان عندي الرقم طلع بالسالب، الحقيقة أنا ما عنديش قسط إهلاك، مش بس كده أنا عندي ربح رأس مالي يضاف للأرباح الخاضعة للضريبة. حقيقة من ضمن الحاجات المختلفة في قانون الضرائب عن المعالجات المحاسبية هو ما نسميه الإهلاك الإضافي أو الإهلاك المعجل. حقيقة النوع ده زي ما احنا اتفقنا هو ميزة خاصة للشركات الصناعية، وزي ما احنا قلنا بيرتبط ببند وحيد هو الآلات والمعدات فقط، ما اقدرش اطبقه على أصول تانية. الآلات والمعدات دي أنا بقتنيها بغرض الاستخدام في الإنتاج. هتكون الآلات والمعدات المقتنية دي جديدة أو مستعملة. وليه بنقول الكلام ده؟ لأن النص اللي قبل كده اللي اتعدل بالقانون الحالي كان بيكلمنا عن الآلات الجديدة فقط، فالمرة دي ضمله الجديد والمستعمل. هيتم الحصول على الآلات دي يا إما أن أنا هشتريها أو أن أنا هصنعها، باستثناء الآلات المهداة اللي أنا ما بحسب لهاش إهلاك عادي، وبالتالي أنا مش هحسب لها إهلاك إضافي. طيب نيجي بعد كده، هذا الإهلاك بيتحسب كل سنة؟ لا، هو بيتحسب مرة واحدة في السنة الأولى اللي أنا بستخدم فيها الآلات والمعدات وبصرف النظر عن مدة الاستخدام. لو أنا جيت بعد كده هلاقي أن أنا بحسب الإهلاك ده بواقع 30% من تكلفة الآلات والمعدات اللي هي تكلفة الشراء، بمعنى أن الآلات الإهلاك ده مش هيظهر غير مرة واحدة في السنة اللي أنا بشتري فيها. الحاجة اللي بعد كده لازم عشان اطبقه تكون المنشأة بتمسك دفاتر منتظمة. الحاجة اللي بعد كده انه بيتم حساب الاهلاك العادي بعد ما انا اخصم الاهلاك المعجل. تاني، انا عندي نوع احنا ما بنحسبوش من ناحية المحاسبية وهو الاهلاك الاضافي او المعجل. هذا الاهلاك بيخص فقط الالات والمعدات. الالات اللي انا بشتريها قد تكون جديدة وقد تكون مستعملة. انا بحسب المبلغ ده كنسبة من تكلفة الشراء او التصنيع. يستثنى من ذلك الالات والمعدات المهداة اللي انا ما بحسب لهاش اهلاك عادي، وبالتالي مش هحسب اهلاك اضافي. الاهلاك ده بيتحسب كل سنة؟ لا، بيتحسب مرة واحدة في السنة اللي انا بستخدم فيها الالات والمعدات بغض النظر عن مدة الاستخدام. بحسبه بنسبة كام؟ بحسبه بنسبة 30%. النسبة دي قبل كده كانت 25% وتم زيادتها، ولكن بيشترط عشان احسبه ان الشركة تكون بتمسك دفاتر منتظمة. قبل ما احسب الاهلاك العادي زي ما حضرتك فاكر كده في طريقة حساب اساس الاهلاك، انا بخصم الاهلاك الاضافي اولا. أتمنى أن حضرتك هتراجع الجزء ده قبل ما نشرح المحاضرة الأخيرة اللي فيها تعليق على شرح حضراتكم للمعيار العاشر. ودلوقتي حسبكم مع الأستاذة وفاء والأستاذ عبدالله وهما بيعملوا لنا باوربوينت يخص الجزء الأولاني، ثم المحاضرتين التانية والتالتة من اعداد الاستاذ هاني البربري. الحقيقه اللي بشكره شكر جزيل على تعاونه وسرعه يعني الاستجابه في حاله لو في اي تعديلات. ثم المحاضره الرابعه هتكون تعليق عن المعيار. زي ما اتفقنا هنشرح مثالين موجودين عندكم، هنعرف الفكره بتتم ازاي، ثم انعكاس المعيار على المحاسب الضريبي. طيب انا عايزه اشوف لحضرتك او على الفحص الضريبي، انا عايزه اشوف او نسمع مع حضرتك شرح للزملاء للمعيار، سواء كان في صوره باوربوينت او باوربوينت مع التعليق. واحنا طلبنا برضو من الاستاذ وفاء والاستاذ عبد الله ان هم ينزلوا لنا الصوت على العروض بتاعتهم ويعرضوها مره تانية عندنا. شكرا ليكم واشوفكم على خير بعد كده.